الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مع حضرتك منى يا فندم من شركة المتوكل للتسويق العقاري. ايه؟ منى من شركة المتوكل للتسويق العقاري يا فندم. مين؟ منى يا فندم، منى من شركة المتوكل للتسويق العقاري. اهلا وسهلا. كنت بكلم حضرتك، عندنا عرض اليومين دول حلو جدا، لو حضرتك انترست يعني بالعرض ده اقول لحضرتك. تسست ازاي يعني يا استاذه؟ مش فاهمك. يعني لو حضرتك مهتم بالعقارات والشراء اليومين دول عندنا عروض حلوة جدا يا فندم. يا استاذه، هو في حاجه دلوقتي حد بيشتري ولا حد بيبيع؟ مش شايفه ظروف الدنيا ازاي ما هي والكورونا والظروف حاجة العالميه. خاصة بالحاجات اللي احنا فيها دي يا فندم، عندنا عرض على المدافن يا فندم. خاص عرض على ايه يا استاذه؟ بس حفل يا فندم، عرض على المدافن يا فندم. طرب يعني. ايوه يا فندم، هو ايه اللي بيضحك حضرتك؟ عايزين تبقوا لنا طرب؟ ايوه يا فندم، طب اتفضلي يا استاذه، انا معاك اهو. دلوقتي احنا عاملين خصومات ما حصلتش قبل كده. كنا الاول عاملين تقسيط بس الطرب؟ يا فندم. الو، خصومات على الطرب؟ ايوه يا فندم. طب قول يا استاذ، احنا معاك اهو. حضرتك عايز تعرف المكان وكده ولا اقولك الاسعار الاول ولا ايه، ولا ابعتلك على الواتساب؟ لا حضرتك قولي لي يا فندم، قولي لي قولي لي قولي لي بكام وفين؟ وعندكم كذا مكان ولا مكان واحد؟ احنا عندنا كذا مكان، بس عندنا دلوقتي في بقى، حضرتك عاوز 2 عين ولا عين واحدة الاول عشان اقول لا، لحضرتك لو الاسعار؟ عينين بقى، عين واحدة للسيدات واحدة للرجالة. تمام يا فندم، خلاص. بص، الأسعار بتتراوح من 50 ل 75 ألف. المكان بيبقى عند اللي قدام، حضرتك عارف طريق سويس؟ عارف دير بطمس؟ قدامه كده يا فندم. عندنا كذا طب كذا، ايه بقى يعني ايه التراب بتاعتكم، فيها ايه مميز يعني يا استاذ؟ أولا بتتميز بسهولة قربها من العاصمة الإدارية، يعني اي حد رايح جاي يا استاذ ده حد ميت يعني، مش فارق يروح العاصمة ولا ما يروحش لا العاصمة. يا فندم، مين اللي هيزوره يا فندم؟ ايه اللي هيزوره؟ اللي هو هنشوفه. اكيد مش هيروح يزور حد الميت ده يا فندم. حضرتك عارف الظروف اللي البلد فيها والدنيا، وفي عائلات بتموت، فالواحد لا لازم لا المكان لا، يتدفن اعوذ فيه. بالله اعوذ بالله اعوذ بالله يا استاذه، انت بتصوري في الشنطه ليه؟ ما طب بفهمكش وفي يا قسط فندم، على بس كده راح. يا استاذه؟ لا يا فندم، مفيش قصاد خلاص، يعني الناس بتموت يا فندم. انا مش عارفه حضرتك بتضحك ليه يا فندم. طب يا استاذه معلش، حضرتك ممكن تبعتي لي على الواتس كل التفاصيل وانا ارد عليكي. طيب انت مهتم بالله على طريق مصر السويس ولا عايز اماكن ارخص؟ هو في ارخص؟ ابعت لحضرتك كل ايه؟ التفاصيل في كل الاماكن. الاثنين يا هينفع؟ ريت. يا استاذ حاضر يا فندم، هتواصل مع حضرتك على الواتساب. شكرا ماشي، جدا لحضرتك، شكرا. شكرا يا استاذ.